نظم مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء، وهو أحد المؤسسات العتبة العباسية المقدسة، ورشة علمية عن تقنية الديرماسين والمايكروسين، وبيان فعاليتها لعلاج التقرحات والجروح التي يعاني منها المصابون بالقدم السكري، وذلك على قاعة مؤتمرات المشفى. طبعا مستشفى الكفيل متوفرة على عناصر مهمة، عناصر علمية فنية وإعلامية وعلاقاتية، وهي تسعى جاهدة ومتمكنة من ذلك لإقامة ورشات علمية للأمور الطبية الحديثة. وتقنية الديرمايسين لعلاج الجروح والتقرحات تقنية ناجحة، وبالذات في قضية الالتهابات الناجمة عن داء السكري الغير منتظم. طبعا ورشة علمية شهدت حضور مختصين من مختلف المحافظات العراقية، تخلت محاضرتان، وتضمنت المحاضرة الأولى بيان أهمية هذه التقنية وإمكاناتها في علاج التقرحات والجروح، وأما المحاضرة الثانية فقد جاءت لعرض تجربتها واستخدامها في مستشفى الكفيل وبيان النجاحات التي حققتها. نحن من 2016 نجهز مستشفى الكفيل بهذه التقنية لعلاج التقرحات وجروح القدم السكري. سنبين بوساطة محاضرتنا أهمية هذه التقنية ودعوة مستشفى الكفيل للمعنيين بهذا الشأن لتعريفهم بهذه المواد وفاعليتها. وأهمية هذه التقنية تكمن في تقليل افتقاد الأشخاص المصابين بالقدم السكري لأطرافهم. وأنا رجل محظوظ بوجود اليوم هنا، فأنا سافرت إلى أماكن كثيرة، لكن هنا في كربلاء كان الأمر مختلفا تماما بوجود أشخاص معنيين بهذه المستشفى على وجه الخصوص. وجدت التقنية الإمكانية البشرية، وسعيد جدا بالتعاون معهم. مستشفى الكفيل هي رائدة في هذا المجال. عيادة القدم السكري في مستشفى الكفيل هي موجودة منذ افتتاح المستشفى وفي تطور مستمر، وساهمت في العلاج في علاج العديد من الحالات الميؤوس من عندها، والحمد لله تماثلت للشفاء. اليوم نحاول أن هاي التجربة ننقلها للمستشفيات الأخرى والعيادات القدم السكري الأخرى المتواجدة في العراق، وبذلك باستعمال أحدث التقنيات وأحدث الأدوية المستخدمة. وجدنا أنه مادة الديرمايسين من المواد اللي موجودة في مجال الطب، ونتمنى أنه نشوف أكثر بعد على هذه المادة، وندعو وزارة الصحة لدعم مستشفى الكفيل على هذه المادة وتوسيعها في جميع المحافظات. مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء طالما عمل على استخدام الإمكانات الحديثة البشرية والتقنية خدمة للمجتمع، وتقنية الديرماسين والمايكروسين واحدة من التقنيات المهمة التي نجح مستشفى الكفيل في تسويقها في العراق، وقد حاز في ذلك قصب السبق وصار المسوق الحصري لها في البلاد.